مبروك يا دحى مبروك مبروك يا دحى مبروك مبروك يا دحى مبروك مبروك يا دحى تستاهل النجمة يا دحى مبروك مبروك يا دحى تستاهل الفوز يا سعد مبروك يا سعد مبروك مبروك يا حاتم مبروك مبروك يا حاتم مبروك مبروك يا عالم لا 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 مو تستاهلون فوزك لا ما ادري والله احاول احاول ولكن ما حسب حسب سهل الله يا ابو داح استمتع نص ساعة قناتي يا عيال نص ساعة استمتع نص ساعة استغل الشيخ باقي نص ساعة نص ساعة نص ساعة بالضبط نص ساعة الشيخ حاتم ها كم ساعة بالله ها كم ساعة معقول ساعة حط راسك على المخدة هنا الحين نم اذا بشك يعني نايم الحين نم ونجم شهر نم 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 تستاهل الله يعزك والله شوف سهران ترى ما والله ما سهران يستاهل اللي مع السلايل هقوة تكون والله انا اقوى صاد عندك شيء تعال تعال الله انزل معكم معكم الشيخ الشيخ باقي لنا نص ساعه نص ساعه وينتهي العقد العمل عندنا جلسه طربيه عنده جلسه طربيه طربيه شوف وجهه شوف وجهك هذا نواف ولا حاتم يا الله ما احلى هذا مين هذا مين يا زيني انا شوف وجهك شوف وجهك شوف يا زيني اشوف الثاني الثاني من وين لكم ذي؟ عارف ابن عبادي خلاص الآن أستطيع أن أنام أي أنام الآن أستطيع أن أنام ما في نوم 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 لا يا ربي يا ربي شوف مع علان يا مساعد يا ربي شكثر عامل اقول المح الزين هنا شوف شوف الزين شوف الزين تعال دحا اصبر وقت الله امين لا 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 وجهي 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 الكتاب وجهي دام فريق دامي جايبينه فريق دامي عاش المعاون عاش المعاون عاش الشيخ عاش الشيخ 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 عاش المعاون والشيخ والشيخ ونايب اسبوع مليء بالكنترولات يا كنترة يا كنترة يا كنترة سجل لنا اقوى دخول حسب الاوي والله يا بتشوفون شيخه ابشروا بس سعد شكرا 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 وباذن الله تشوفون شيخه 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 مو بعد زي شيخه بعض الناس اللي ينود الحمر هذا تشوف شيخه اول شيء اول 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 قرار اول قرار شوف كيف تجيب اول قرار اول قرار اول قرار ما في نوم ما في نوم بعد العصر اسحب سحب رياضة رياضة غصب عنك بسم بالله كأني ناصر قلت يا اخي اليوم زد رصيدك واحد كذا حط شوي روق على شيخ يعني صدر صدر حر صدر حر صدر حر يا ولد انت المفروض تنشب في الغمازة هنا وتسولف صدر حر ما دخل ما دخل في كابتن طارق وين شوف خلاص لا لا شين دق عملي بشي طن 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 ترى بشيختي ما في نوم بعد قلبت ترقدون على طول والله انت حضر بلبس من الظهر والله المطبخ هنا بكره اختميه كلها والله ورع اخر اسبوع ورع والله لا الطبق خليك تصحى يوم 90 تخلص والله قسما عظما تراك معاون شوف تراك تتفاهم تراك دكتور ترك دكتور ولا كابتن دين ولا احترام احنا ما نبغى بس بس اسمع ما نبغى طال عمرك ننزع ثوب الدكتور ونحطك ابو فمين ترى بس انا اديك ابو فمين تفهم معك منو ذا انا اخترت ابو فمين يا مريض بس بالليل انت لابسه بعدين ابو فمين تعرف انت تعرف ابو فمين زي الريح يجيك ابراهيم
الرجال عم شوف 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 يا مسكين الشيخ شوف تراكم يا سلطان صباح يا سلطان صباح يا طفل الله يوفقك خلاص خلاص الله يسجدك يا طفل يا يا فضيح انت وعسى الشيخ وعسى الشيخ والله هنا في سواد هنا كل شيء لنواف يا عيال الله لا يوفقك ما لا شوف الله لا يوفقك ما اخذ معاون مفترس انت يا اخي عض عض الظاهر لا لا في معاون مفترس معاون ترى اسبوع ذا عاش الشيخ عاش الشيخ السجن راح ينزل هو يهرب وانا اضبط والنوم ما فيه والله العظيم لا ارفس تراني اربع يا تراني احبس انت وراك وراك دور الدين طلع برا يا ابويا افقر وجهك يا بنيه ادعو له بنيه ما عاد ابغى اسوي شيء اسوي كيف جاب شوف يا شكرا يا شيخ في سجن في سجن انت وشيخ نوم ما في ما في نوم يا ولد يا ولد هدي والله لا فقعوا شيخ والله لا فقعوا شيخ نوم يا طويل نوم يا طويل دقيقة دقيقة أبغى أفرق بينكم ركزوا بوجهي زين هو ذا الجريمة مو بكرة تروحون له أبغى أفرق بينكم انتبهوا دقيقة العلامة الفارقة أبو همين أنا عندي غلط أصحى دقيقة ركز زين دقيقة شوف دقيقة سوي سكان سوي سكان كامل الأذاني هذه أكبر حصل على النبي عاز الشيخ عاز الشيخ دقيقة دقيقة سوي أكبر يا شيخ شوف بعد إذنكم ركز مو هي جاتك الشيخة هي جاتك الشيخة جاتني لا لك سمع ولا طاعة وشيختك ذي اللي عطوك اياها حط هذه ما وشربه اوه عاش الشيخ عاش الشيخ والله ادري مجنون وقف وقف ايش في وقف وقف ترى انا عندي سجن خاص صل على صل على الحبيب يا ولد انا ما ابغاك شيخ علي اصبر ولد ولد اصبر اصبر وعاش الشيخ عاش الشيخ بندر وينك شوف كيف بندر جاني لوبه والله جتني لوبه يا حسن يا تعرفون زي البحرين زي البحرين حسن وينك تركي والله يا اخي ابليس اخي هو بندر ادخل وشيخات لك حسبي الله ونعم الوكيل يا ولد ابي امر شيء انت قلت الى عالم الفضاء تعال بيك لا 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 من هو بيت الشيخ بيت الشيخ يا لا لا يا لا لا ابعد 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 لا 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 يا ولد ليش ليه؟ لا يا ولد ليش ليه؟ ايش تبغى؟ قام ها بدا شيخ ها سوي شيخ شيخ زمان شيخ زمان يا ولد شعري امشي بسرعه وين فيه؟ نكمل الاحداث غدا صاحبنا ها؟ لا انت الله عاد مخطط الشيخه مخطط اربعه الوعد علي تنقل عفسك يا شيخ علي تنقل عفسك ها؟ يا شيخ مخطط اربعه يا شيخ عندي طلب خلي خلي نفكر يا شيخ اسمع اتكلم مع الشيخ مع الشيخ ومعاونين المنصوره مع الشيخ ومعاونين صورنا كل ابو كتا حسنيه ولد ولد صقر صقر صور الشيخ الشيخ ومعاونين عاش الشيخ عاش الشيخ ومعاونين صقر اسمعني اتكلم مع الشيخ مثل ما قلت انت معي الرياجيل يا هي رحت النمونيه فين تستعز بيه؟ تعزم لازم رحت النمونيه يلا يلا رحت النمونيه ساعه ساعه لا تعلمون معاكم يا ولد رحت النمونيه صدقني ترتاح ود النمونيه صدقني صدقني رحت النمونيه صدقني ترتاح ولد 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 شوف كيف ولد الله يفرق بيني وبينك قول لنا الشيخ الله يسلمك لكن حين طال عمرك تعرضنا تسمع الصوت اسلم تعرضنا في خطة أربعة انت معي لبعض التعدي في متسابقين قاموا يجون عندنا وينامون بلاش زين والمكان اذا كثره واللي فيه ما عاد صار فيه راحه تسمعني تفضل ما عاد صار فيه راحه ولا عاد صار فيه هدوء وصار فيه ازعاج وصار فان كان انك شيخ مثل ما تقول انك شيخ فانا ابغاك تفكنا فيهم الله يرجعك لا تخلي الا ثلاث اول شيء الشيخة بتبين الليله اسمع شوف اليوم اسمع اليوم. اول شيء مخطط أربعة راح يتم اعاده ترميمه أوه. تمام صافي يقول الشيخ تبدا الشيخة من المقر
مخطط أربعة راح يتم ترميمه. طيب. وفي ناس راح يغادرون منه. كفو. وفي ناس راح يجون فيه. كفو. تمام؟ وما بعد البث أو ما بعد صلاة الفجر يتم إغلاق الأنوار في مخطط أربعة والسوالف الخاثرة. كفو. والتخطيطات مقادمة. لغد. صافي قول الشيخ. ونحن نفعل ولا نتكلم. الحين الوعد. أنت بتفكر في اللي جاونا. إيه أجل. عندك لكل لكل مقام مقال. هذا هذا بالذات مرة الله يدخل مخطط أربعة. أول الداخلين. هم معنا. هو بس يخرب علينا ويمشي. إذا أراد الشيخ لي في الدخول سوف أدخل. إن أراد. يطلع من مخطط. يطلع من مخطط اثنين. نعطيه مخطط أربعة. تحية الشيخ الرسمية. يا كتلة. والله نشوفون أسبوع. والله العظيم اني لبيعكم عقولكم والله والله اني لبيعكم عقولكم يا نائب الشيخ والله اني لبيعكم عقولكم والله متحمس باقي ما قدر والله العظيم تشوفون شيخ صلاح والله اني لبيعكم والله أصلاً أنا اسمع اسمع أنا أمس قفلت الفقرة الطبية ماني دكتور الحين خلاص يا شيخ والله لبيعكم عقولكم والله لبيعكم عقولكم والله لبيعكم يا صقر ابيعك عقلك تبيني ايوه ايه